أول يوم في الشهر ممكن يكون بالنسبة لك استراحة محارب. تاخد بداية الشهر في استراحة صغيرة مع فيلم يشدك أو خروجة مع ناس يصفى قلبك وانت معاهم. المهم انك تفصل النهاردة وتبدأ من جديد، بداية أقوى تبدل فيها كل الخسائر اللي حصلت معاك بنجاح أعظم، تبدل كل الناقص اللي مكملش لحد اللحظة دي، تقوي روحك وتقوى بيها.